كي راح تشوف هذا الفيديو راح تجيك فكرة استثمارية رائعة. الوكيل موبيلي جاب لكم عقار ولا أروع. تبقى معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تستناو في جديد العقارات، ولا انتم اللي حابين تستثمروا اموالكم في العقار؟ اجمل استثمار هو العقار ليكيب. ما تنساوش تابونيو في كامل صفحاتنا على التواصل الاجتماعي باش دائما يلحقكم الجديد. جبنا لكم عقار مميز سورتو انتم اللي راكم تستهدفوا قطعه ارض في اعالي العاصمه من اجل الاستثمار. ليكيب رانا في الابيار في شارع سليمان ابو ديل، بلدية الأبيار، دائرة الأبيار، ولاية الجزائر العاصمة. قطعة أرض شاسعة واسعة مبني فيها فيلا بعقد ملكية ودفتر عقاري بمساحة 1433 متر مربع، تقريبا 15 آر ليكيب. مساحة تقدر تشيد فيها المشروع اللي راك حبه. ليكيب هاوليك لومبلاسمون تاع قطعة الأرض تاعنا في جوجل أرث. ليكيب شوفوا وين جاية القطعة تاع الأرض تاعنا. قطعة مميزة ومميزة جدا، جاية في بلاصة موفمونتي قريبة الكامل كوموديتي، كل حاجة راهي قريبة لك. الأمر اللي يسمح لك أنك تشيد مشروع ناجح بامتياز، معناتها المشروع اللي راح يكون فيها قطعة على الأرض راح يكون ناجح من أول وهلة. هاي لك قطعة على الأرض تاعنا اللي راهي تتوسط نسيج عمراني كبير، ماشي غير نسيج عمراني كبير بل نسيج عمراني راقي وراقي جدا. رانا قدام ارقى الفيلات، قدام السفارات، ايضا قدام وزارة العدل، باش تعرفوا برك لون بلاسمون تاعنا وين رانا وين راهو جاي القطعة تاع الارض تاعنا. قدام وزارة العدل وقريبة الكامل السفارات، قريبة الكامل الاحياء والفيلات الراقية. قطعة تاع الارض تاعنا مشيدة فيها فيلا كما نشوفوا فيلا بسوسول، وهاي ليك قطعة على الأرض تاعنا الكبيرة والشاسعة والواسعة اللي راح تسمح لك أنك تشيد فيها مشروعك الناجح، مشروع ناجح بامتياز، لأنه في مكان استراتيجي جدا ومكان يعني نادرا وين نصيبوا مساحة كما هذه في هذا المكان المميز في أعالي العاصمة في الأبيار. الأبيار اللي معروفة بالاحياء الراقيه وبالفيلات الراقيه. ليكيب هاي ليك قطعه تاع الارض تاعنا، فيها مساحه تاع 1433 متر مربع بشارع سليمان ابو ديل، بلديه الابيار، دائره الابيار، ولايه الجزائر العاصمه، بعقد ملكيه ودفتر عقاري. قطعه تاع ارض استراتيجيه وكبيره وواسعه. انا نشوفه باللي مكان كيما هذا يقدر يكون فيه عديد الافكار وعديد المشاريع، يقدر يكون في هذا المكان ترقيه عقاريه كبيره، اقامه خاصه اللي تسمح لك انك تشيد فيها مشروع بشقق راقيه، بالك دي دوبلكس، بالك مجموعه فيلات هنا في هذا المكان مميز. ايضا يقدر يكون هذا المكان مثالي جدا باش يكون عياده خاصة. نعرفوا انه الجانب الطبي خاصة في القطاع الخاص مؤخرا ظهر في بلادنا، ولات الناس بزاف تقصد كلينيك بريفي باش تعالج من مختلف الامراض في مختلف التخصصات. طبعا يقدر يكون ايضا مشروع مثالي لمدرسة خاصة، مدرسة خاصة، المدارس الخاصة ايضا تشهد ازدهار في الاونة الاخيرة. هاي اللي قطعتها على الارض تاعنا واسعة وشاسعة وعندها اكثر من واجهة وين يسمح لك انك تشيد مشروع استثماري يعني ناجح بامتياز. هاي ليك وزارة العدل مقابلتنا مباشرة من خلال هذا الواجهة، وزارة العدل اللي راهي قريبة الكامل السفارات، قريبة الكامل المؤسسات الإدارية، أيضا المؤسسات التربوية راهي هنا أيضا. أنا نشوفه بلي هذا الشارع يؤدينا إلى وسط الأبيار، ايضا وسط الابيار لابلاس كينيدي، البلاصة موفمونتي يعني حتى من ناحية يعني الشوارع اللي فيها. هاوليك محيط قطعة على الارض تاعنا كيما رانا نشيرو بيدنا. اذا هو عقار مثالي لتشييد مشروع ناجح في هذا المكان المميز. عديد الافكار، انتم اصحاب المشاريع ولا اصحاب اللي حابين تشيدوا ترقيه عقاريه، هذا العقار وهذه قطعه الارض مثاليه جدا باش تكون ترقيه عقاريه لسكنات راقيه في
في هذا المكان المميز. ليكيب، اما عن سعر العقار تاعنا راهو 45 مليار قابل للتفاوض، 45 مليار نيغوسيابل. ما عليكم غير تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو رقم تاعو في التعليقات، وفي الوصف مع الوكيل الموبيلي دائما نجيب لكم لافير سورتو مع اصحاب المشاريع الاستثماريه. سلام.